علم البيانات الآن هو تخصص جديد وحديث حول العالم. تم تصميم تخصص علم البيانات والسياسة العامة من أجل تلبية طموح الدارسين الطلبة والباحثين من شتى التخصصات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى الزراعية. خريجين علم البيانات والسياسة العامة يمكن أن يتواجدوا في وظائف وأعمال مختلفة، منها في تحليل البيانات والاعتماد عليها في صناعة القرار. ممكن يكون محلل تسويق، محلل مالي، إذاعة وتلفزيون لعرض البيانات بشكل صحيح. ممكن يكون في أي شركة تريد أن تستغل البيانات المتوفرة لديها.